بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمته وبركاته ورضوانه. أما بعد، سننظر بحول الله تعالى وتوفيق منه في بعض أسرار سورة الرحمن للترمذي الكردي. يقول الله سبحانه وتعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعني يخاطب الثقلين، أي الفريقين أو الصنفين اللي تقع لهم مسؤولية الحياة الدنيوية. وبعد يأتي يوم فيه أجر وجزاء بدون عمل، واليوم عمل بدون جزاء عموم. على كل حال، تكررت هذه الآية الكريمة 31 مرة. وقت يا ربي سبحانه وتعالى يتحدث عن الثقلين: سنفرخ لكم أيها الثقلان، أي قرب موعد حساب ربي لكم أو لكم. جاءت الآية دي في ترتيب 31، وهذا غريب جدا باش تعرفوا كلام ربي كلام ربي، ما فيش هزار، ما مش حكاية هكا على الهامش سيبة، لا، يقصد ربي بها الأسرار لا نعلمها. ولن تجد في كلام الله لا تحويل ولا تبديل، لا في سنته ولا في كلامه، وقوانين ربي هي اللي لازم تفعل فعلها باش البشرية والجن يخرجوا بسلامة الدنيا دي. هذا قوانين ربي عبث بها عبر التاريخ. وإياكم، راه مش حكاية رؤساء وملوك ووزراء وأمراء اللي هما مش حلكم مشاكلكم، هو انصياعكم لقانون الله الذي ورد من القرآن والأحاديث القدسية والأحاديث النبوية الشريفة. هذه القوانين اللي لازم تتبدل، بل أنتم بدلتموها، خاصة بني إسرائيل ياخذوا الآية ويخرجوها من سياقها باش تفقد قيمتها، وبعد يولي يقدموها كما يحبوهما ويقولوا هذا من كلام الله، وبيعوه بقراطيس بثمن بخس. معناها شيء كبير، معناها شيء خطير ياسر يتعبوا بيه باش ويجن. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى قال: سنفرح لكم. معناها وش معناها؟ وربي مش لا يلهي شيء عن شيء، لكن حدد مواعيد باش يحاسب الناس هل هم اتبعوا القانون الرباني الذي لا يجب ان يتبع غير القانون ذاك. والله هو اللي يشرع، مش غيره يشرع. حنا البشر يشرعوا الامور بسيطه، اما اساسيات ترجع الى الله سبحانه وتعالى. اما احنا اجتهاداتنا منها فيها لي نصيب لنا اجران، وفيها من نقطه ولنا اجر واحد. كل حال دائما رافعين نحن، حتى النبي عليه الصلاه والسلام يقول في موضوعه: قل عجبت لامر المؤمن كله خير، ان اصابه خير شكر، وان اصابه شر صبر. على كل حال، نعود القوانين التي عبرت بها الانس والجن هي تبقى مقدسه عند الذين لهم عقول نيره ولهم ارادات خيره ولهم أرواح طاهرة. القوانينية في سويداء قلوبنا بعد عبدنا لله، فما تعبدنا لله وشكرا لله. وإذا تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من العذاب إلى شديد. ولهذا سنفرغ لكم أيها الثقلان، ستلقون العذاب الشديد جزاء ما أسأتم في تعاملكم مع من مقام الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره. وش معناه في بألهات؟ انتم اللي بالهند، وانتم في الصين، وانتم في اليابان، وانتم في الشرق والغرب، جيبوا في آلات من بنات افكاركم. يعني هي حقيقه اللي كان السبب فيها هو اتباعكم لشياطينكم. وابليس حق ظنه فيكم، انا صدق ظنه فيكم، يعني اوهمكم فصدقتم، والان تقولوا باشياء ليس لها سلطان من عند الله. واللي تبع في البوذية واللي تبع في الهندوكية وكل ناس ما عندهمش صفة الناس. ربي كرمنا، لقد كرم بآدم، ولكن هما نزعوا تلك الكرامة باتباعهم منا خطوة الشيطان. ولات الأرباب عندهم عند أيدي منا عند عدد معين، وعند الرب ذاك عنده أنثى معينة، ويلزم الذكر والانثى من الاربعه بدون ما يسجدوا بطريقه ويامروا بطريقه ويوروا فروجهم ويعبد فروجهم، ويلزم الرب ذاك
يعلم أنثاه باش يقوموا بعملية رقص معين باش يجيب البركة وتدفع الشر، وماشيين وماشيين. قالوا ربي ما هوش هذا، هذه ترهات وهذه خرافات. حيث نرجع فقالان رأي المسألة الجد، والأمر دائما يقول ربي سبحانه وتعالى قريب عما يتساءلون، ودائما من سأل سائل. ورد بالكم راهو ملا يكاد ربي يخفيها من شدة قربها، كان ربي لم يخفيها، يعني قريبة ياسر. تعيوا يا ناس والسعيد من ابتعد بغيره. أقول 31 من التكرار الآية الكريمة، فبأي آلاء ربكم تكذبان؟ شنو هي آيات ربي اللي تنجموا تكذبوها، ولا خيرات ربي عطاها لكم لي بيان في لي فافور عطاهمكم ربي سبحانه وتعالى، فيفور بالانجليز عطاهمكم ربي، انتم تكذبوا منها؟ هي موجوده، ارواحكم موجوده، قلوبكم موجوده، عقولكم موجوده، ذكائكم موجود، لكن كي تجد انتم لوثتوا، ولا الذكاء نتاعكم حماقه، ولا عقلكم عطله معناها سيتي انيرسي، والروح تاعكم ظلمه، يعني الروح هي من روح الله. أين أنتم منها الآن؟ ماذا صنعتم بأرواحكم؟ والله أنتم عبيد لشيطان مريد، هذا لا يليق بكم. نهار كله تحدوا على حقوق الإنسان، نهار كله تحدوا على قيمة الإنسان والهيومانيزم وكذا، وهذه كلمة بالحقيقة تكذبوا، هذا ما شيء منها شيء، حكاية ما صدقوهاش. يعني أهل القرآن نعلم بالضبط الحقيقة اللي علمنا ربي هي ثابتة، وحتى حد منكم ما يلزم يجيب حجج ضد ذلك. أرجع إلى سورة الرحمن ولحظ اللي بعد البشرية، وخاصة الغرب وقت اللي ثاروا على المقدسات، ولات عندهم الجنس هو المعبود، هو ملكهم المعبود. بعد شقاء الأمراض لا تحصى ولا تعد، وهولة، وماذا ناس دققت فيها، وماذا ناس انتحرت من جراءها، وماذا من أموال انفقت في البحوث العلمية وبعض الأدوية والتجارب وتهتيك وتدمير الخلايا في الدم، ما وقع إلا الشر. أين أنتم؟ أنتم لو تلهثون وراء الجنس ريتوش، يعني فعلا أنتم في أتون النار الدنيوية من تحرق فيكم ومش مستشفى، ممكن تشكر. احنا الامه الاسلاميه بين ظفرين تبعناكم وخدنا زد توا، عطيني المراه اللي حقيقه هي تحسن تبعل زوجها وتعرف حرم جسدها حرمه ولا توجد. احنا لا نتحدث عني قبل حاجه، تحدثوا على ما قاله ربي والنبي عليه الصلاه والسلام في قول المراه تستر بطريقه شرعيه، وما ظناش من هكا أمور مسيبة، التسيبة باية، يعني كل شيء ترمي، كل شيء ممكن تعمله. والأنثى اليوم زي اللي غير زوجها، كي مش تخرج للعمل، مش تخرج للزيارة، مش تخرج للمعرض، ولا مش تخرج للشارع، ولا للشرطة، يلزم تعمل كل ما في وسعها باش تجذب أنظار الفاسدين. وانظر بعد، أنا كطبيب بديريت والعياذ بالله، ما لا شيء فوق الخير. فساد المرأة لأن تعري جسدها واللي تختلي بما للغير المحرم شيء فوق الخيال. على كل عام نطولش، الناس كنت تعرف هذا. لكن الالام والعنه اللي وقعت توا، والجمود والبرد الجنسي اللي قاعد يدمر حياتكم الجنسيه، ما عادش عندكم حتى شيء تثبتوا به. هي الحياه الجنسيه رونق، هي الحياه الجنسيه جمال، هي فن، هي حقيقه. الانسان حين يدعب زوجته ولو الدعب، ولا توقع عملية جنسية لنهايتها، ويوقع العلاج، ويوقع الأورغاسم، يعني هكا الهزة الجماعية هذيك، شيء كبير ياسر. أنتم محرومين، أهل الحرام محرومين، ما عندكم شيء من هذا. على كل حال أقول لهؤلاء، شوف ربي شو يقول في سورة الرحمن، معناها باش يبشر المؤمنين الصادقين في مجال الجنس والروح والعاطفة في الجنس. شو يقول؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. توا ذكر السليم ماذا به، كل لحظه يقدم على انثى اخرى حلال ويفتن بكرتها، لانه في ذلك ضمن نوع من الرضا عن
سحولة الرجل وفما متعة يكونوا أكل أنثى ولسم له وهو لها، يعني عدة أشياء لا فائدة بس كثيرة ربما في مرحلة أخرى ومناسبة أخرى. المهم في هنا قصير الطرف، إحنا قاعدين في الجنة الحرين كل حرية، تقول زوجها تقول له ما ريتش مثل في الجمال، وهذاك علاش هي قصرت رؤيتها للزوجة فقط قاصرة الطرف، يعني مش كان نهار كله يتسرق تلوي شكون تركوه شكون كذا، وهي تخطط كيفاش باش تخون شيء كبير شيء فوق الخيال، خيانات اللي في البيوت وفي الخلا والشلا والعير ولا شيء فوق الخيال شيء طبيعي. الحمد لله ما زالت بقية مسلمة صادقة الحمد لله وفية لعهد ربها وعهد رسولها، وهي تفعل ما ورد في القرآن والحديث القدسية والأحد النبوي الشريف، والحمد لله تعالى. على كل حال الخلاجة كان لأهل البلاء، أحلى ما نحبكم باش تواصل، ودائما باب التوبة مفتوح إلى حين، وليختم هذه الفرصة اللي أعطاكم ربي وخرج من المأزق اللي أنتم فيه، في إن قاصرات الطرف. وحدثت قبل كيفاش كل هذيك ماذا تتميز، وعلى قدش من زينة فوق جلدتها، ومن خلالك الزينة هذيك ولحمها توجد تراع كيفاش النخاع العظمي نتاعها كيفاش يتلألأ شيء كبير ياسر. وكل الإنسان اللي ما يحبوش يكونوا مع أزواجهم كما قال ربي في شرعه، تقعد تجي في عقد الزواج شنو اللي بيناتكم وما كان شنو التسهيل تبع شيء مفهوم غير ما نأكدوا عليه، هو كونك أنت حرف لزوجك وحرف لك، وإذا كان دعاك تستجيبي، إذا كان مالناش مانع طبي أو شرعي. على كل حال اللي بيه الفايدة وقت أنت تنامي وتغيري زوجك ربما تدفعوا إلى الفجور، حطي بالك الليل كامل وتلعب بك الملائكة. ثم الحورين المقصودة هنا المذكورة هنا تبدأ تهدد فيك وتقول لك أنت وكيزي عندي تنوريك أنا كيفاش باش تتعامل معاه، هذا الرجل يحبه. وذاك علاش يتعدد الزوجات ربما في بعض الأحيان، ولا نادر تعدد الزوجات، ثم فايدة للذكر والأنثى، وكل حد من شأن حاجته من الآخر على المستويات كلها، سواء كان مستوى العاطفة، سواء كان العشق، سواء كان مستوى الجنس، من جميع ما تبع الجنس من جمال ومن ثياب ومن روائع ومن اطلاع على المفاتن، وهذا شيء كبير. على كل حال فإن قصيرة الطرف لم يطمثن الإنس قبلهم من الجان ما مسهم حتى حد، مس المس القرآن هو الاتيان الجنسي أو المداعبة. على كل حال على عنا بشرا الترتيب المصابعية ولا مش هي وما المقصود منها وما خفي منها، على كل حال ما يهمش لكم. عاد يقول في ان قصر الطرف لم يطمثن انس قبله من الرجال، يعني عندك تسلك هل المراه دي اللي هي من الفردوس الاعلى تسلك على احسن صوره، اللي اغلب الانسان محروم منها والعياذ بالله، ومن يرد واغلبهن في النار لانه عدة اسباب منها يكفر من العشير ما يراوش يكون زوج ويكون هو حامي، يكون هو اللي يسعى باش الذرية ما تضيعش، يلزم يتمتع بيك وبعد تحملوا بعد تسقطوا ولا بعد تتركوا في الطريق وتتركوا في الحاوية في البلدية، يلزم تعمل يتحب يا أنثى وربي يقسم لك حالك. أنا نتحدث كان على الهال المسائل هذوما لعلها فيك، وأنا في زيارة التربية وردني فما منهم من بعض ونقول صحيح ما تقول يا طبيب، قولوا فعلا ربي أنا كونكم تطلب التوبة يقبلها وتتبع عينها المرأة وتقول إنهم يفصعين لا أخون زوجي ولا تبع الهوى ولا ولا ولا، والحمد لله وأغلبه كانت من الصادقات. على كل حال يقول رب سبحانه وتعالى في آية أخرى حور، أنا شوف الجمال في العينين وشوف المسلسل معمر دائما دائما ذاك كذا في مسنا، يعني في قمة البهجة وقمة الرونة، حور مقصورات الخيام، يعني عندهم لي بافيون يعني خيمة واسعة والاركتيكتور تاعها يعني الهندسة المعمارية اللي فيها شيء غريب جدا عجيب جدا جميل جدا مبهج. حور مقصورات الخيام فبأي آلاء ربكم تكذبان، لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوانه.